بس اعطينا شوي امل. اعطيك امل، اعطيتك امل؟ امل ما فيك تقول امل. ايه اعطيت، مش امل، اعطيتكم نوع من الحمد لله. من حاجه يعني قال في حاجه حلوه يعني. حطمت عليك. طب حنان شو لقي لي غير كلمه؟ انت اذا انت نسي انا قلتها بطريقه ساركاستيك شو؟ انه قولي لي اياها، شو شو الكلمه تقوليها؟ مش حلو؟ كيف يعني؟ حلو انه مش حلو احسن من كارثه كبدايه بصراحه، يعني صراحه. يعني طب شو سمي لي اياها؟ هلا حطمتني عن جد. لا ليش حطمتي؟ يعني انت بدك تعليني حطمت. دافكي ما طب حطميك حنان؟ لا كارثه كثير، سوري. طب شو اعطيني كلمه ثانيه؟ يلا اعطيني كلمه ثانيه اذا مش كارثه. ما حطمت كارثه. لا كمان ليه ما زعلت؟ هذا كله مو مثلي انا يعني عادي. طيب احنا مش حرابي خواطر انا هلا، انا جاي اخبر خبريه مثل ما هي، اللي بيحبها بيقبلها، اللي ما بيحبها عنده مشكله. انا اذا بحط هالقد افور فيكم وبكب كلام شوي جارح مشان تشتغلوا على حالكم، مش مشان تزعلوا، الزعل ما بفيد حبيبتي، الزعل هو الزعل بغرقك. اوكي اللي ما اشتغلت حلو او منك حلو ابدا او يعني مش صوتك مش حلو، بس مش كارثه، عم حس حالي عن جد يعني. طب اعطيني شو بيقولوا؟ مش يعني كارثه كلمه كثير كبيره، كارثه ليش اجيت لهون؟ لو انا كارثه ما كنت بطريقه مزحه خبيت لك اياها صراحه يعني. انت هلا عم تعطس فيها عم بين كارثه، بس هي الكارثه انه يعني كارثه بمعنى عم بمزح معك، عم بقول لك انه قد يعني منه واو يعني. ايه اوكي وانا فهمت. انت اعطيني بس كلمه منه واو كمان، مش واضحه للناس شو منه واو، شو اصلا شو من يعني حددي لي كلمه منه واو، اصلا ما مش موجوده باي قاموس بالعالم الا بسكرام يمكن كمان. انا لما كنت عم غني كنت كثير خايفه انسى الحكي. بدون لما كنت عم غني كنت كثير خايفه اصلا انسى الكلمات، سو كنت كثير خايفه. ضغط كان اكثر من البرايم اول. حكينا عن الخوف عارفينه، كلنا اخذينه بعين الاعتبار، ولو ما انتم اصلا جايين كل واحد من بيئه وفاتين على اكاديميه قاعدين مع بعضكم طالعين على الهواء قدام 50 مليون عربي، اكيد رح يكون في خوف. بس المشكلة انه في ناس معكم كمان خايفين بس عم بيتسيطروا، نحن عم نطلب منكم تسيطروا على الخوف وما يكون هالقد المغنى ضعيف. كلمة ضعيف كمان ما رح، إذا قلت لك مغنيك ضعيف رح يأثر فيكي؟ أحسن من كثير.